13 قطعة راح تعرض منها 10 عبايات هوت كوتيور، والباقي بيكون فستانين، والثالث بيكون إن شاء الله فستان تراديشنال تراثي إماراتي. الألوان طبعا العبايات كلها ضمن اللون الأسود، ولكن بيكون فيها تدخيلات إن شاء الله وقصات جديدة أول مرة أنزلها أنا كشيخة. والشيء الثاني بيكون بإذن الله الثوب الإماراتي هو الشيء المميز يعني إن شاء الله. دائما أنت لما تبغي تسوي أي قطعة تشوف أنت الماتيريال اللي تبغي تستخدمها سعرها، هذا هو اللي يحكمها الماتيريال اللي أنت تستخدمها، الأقمشة اللي تستخدمها، هذه هي الأشياء المهمة يعني، هي اللي تعطيك السعر. شغل الإيد إذا كان فيها، مدة العمل فيها، مدة تصميمها وتنفيذها، هذا كله يحكم القطعة وسعرها.